السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة غادي نقول السلام عليكم في الفيديو ديالي. المهم كيف ما كتشوفوا هذا الكارتون هذا هو، اللهم بارك. صح نتوما شنو كاين في هذا الكارتون؟ أبدي نتوما راكم شفتوا العنوان وشفتوا المينياتور، عارفين شنو غادي يكون في هذا الكارتون هذا. المهم اليوم غادي نديرو لي انبوكسينغ هاد الكراتين هادي، غادي نحلوها ونشوفوا شنو فيها. قبل بغيت نقول لكم واحد الحاجه، تصوروا معايا من نهار بديت اليوتيوب وانا باغي يكون عندي هذا، المهم هذا الكرسي راكم عارف. وفاش مشيت واحد النهار سولت على هذا الكراسي هادو، عند بالي انا واش داير 300 درهم ولا 200 درهم ولا المهم ما كنتش عارف الاثمنه. مشيت سولت الثمن صدمني ديال بصح، يعني ما كنتش كنتوقع باللي وصلني ذاك الثمن. المهم في الفيديو المقبل ان شاء الله، الفيديو اللي غادي يجي من ورا هذا، غادي تعرفوا منين جاوني الفلوس ديال هذا الكرسي هذا. المهم بعد اول حاجه بنقول لها الدراري اللي كيديروا الدراري ديال الالعاب اللي كيديروا الجيمنج، الا كنتوا باغي تاخذوا كرسي خذوا شي حاجه مزيان، يعني ما تاخذوش داك الشيء ديال دابا داير 1500 درهم 2000 درهم في السوق بلا ما نذكر الاسم ديال الشركه. المهم من الاحسن انكم تزيدوا شويه وتاخذوا شي حاجه مزيانه، يعني شي حاجه غادي تبقى لك، لانك ضروري انك تريح النهار كامل غادي يضرك نهارك. وانا علاش خديت الكرسي؟ لانه من بين الاوائل ديال هادشي ديال اليوتيوب، خصك تريح، يعني تريح وتخدم على راحتك، ما تبقاش انت مريح وكيضرك نهارك وتبقى تكوانسه وهذا. داكشي علاش شحال اللي وانا باغي ناخذ هذا الكرسي. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نفتحوا هذا الكرسي هذا، والصراحه كان من بين الاحلام ديالي يكون عندي هذا الكرسي، والحمد لله حققنا ذاك الحلم. واي حاجه بغيتوها راه غادي توصل لها، ديما كنقولها لكم غير خدم وصبر وخدم بنيتك، الله سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبك، غادي يجي واحد النهار توصل ديك الحاجه اللي كنتي انت باغي تاخذها ولا باغي تشدها. المهم دابا شنو غنديروا؟ غادي نفتحوا هذا الكراتين هذه. هادي اللعيبة اللي كتكي عليها. نوار صراحة كنت باغي في كولور، ولكن ما فيش لي كولور، في غير نوار. هذا كيدخل غير نوار المغرب، يعني ما كيدخلش لي كولور. هادي اللعيبة اللي كديرها ورا ظهرك. هنا ما عرفتش شنو كاين في هاد الكراتين هادي. واخيرا اوبلا، هذا هو الكرسي ديالنا، فهمتكم الله بارك. هنا ديك اللعيبه ديال البومبا ديك باش كطلع، هنا كيعطيوك الروايد، خمسه ديال الروايد. هنا كيعطيوك الفيسات وكيعطيوك الكروات وداك الشيء ديالو، وكيعطيوك واحد يعني كيعطيوك السيبو. انا دبرت السواد كلشي باش الا كان خاصني شي حاجه. المهم راه كيعطيوك هنا السيبو، كيعطيوك الطورنوفيس ميريكان، يعني ما بلا ما تقلب عليه كيعطيوك العبار اللي غادي يخصك كيعطيوك. اول حاجه غادي نديرها هي اننا غادي نركبوا هذا الروايد. هادو الروايد راه كتخشيهم هانتوما، كتشدها بحال هكا، هادي تاكسات معرفتش علاش، هادا الروايد كتشدها بحال هكا، هانتا كتخشيها. تقدر ديمونطي دغيا، يعني مغاديش تلوح معاه دغيا، كيتمونطا دغيا كيتيمونطا. انت كتشد بحال هكا كتورك كتدخل، هادي كتخشيها بحال هكا، هادي كتكون لتحت وهاد اللعيبه هادي كتكون الفوق، هي اللي كتجر لك يعني هي اللي كتطلع الكرسي. هاد اللعيبه هادي هانتوما هي اللي كتطلع الكرسي بحال هكا، كتحطها صافي. من بعد كتشد هادي، هادي هانتوما كديرها بحال هكا، كديرها بحال هكا باش كتبقى تطلع بحال الشكل ديال المونتيسيورات ديال البلاستيك، باش الا طلعتي الكرسي كطلع، الا حطيتي كتهبط معاه بحال هكا مزيان. بهكا غادي نكونو سالينا الجيلات ديالنا. من بعد كتشد هادي كتحطها، كتهز هادي كدير بحال هكا، كتهبط هادي حتى كتخشي هادي بحال هكا، كتجي مزيرة هادي، كتجي مزيرة هنا انتوما، كتجي مزيرة هكاك. دابا شنو غنديرو؟ كنهزو هادو كنقلبو على الفيسات اللي غادي يتخشاو في هاد البلاصة هادي. هانتوما فاش كتركبو هادو، فاش كتركبو هادو ما كتزيرهمش، يعني غير كتحطهم باش كل حاجة تحت بلاصتها، عاد ديك الساعة كتبقى تزير. إلا زيرتهم راه غادي تصير، ما غاديش يعني ما غاديش يجيك العبار هو هذا. من بعد ما كتحط هادو كتجي لبلاصة أخرى نفس الحاجة عاوتاني، كتحطهم كدورهم غير شوية. اوكي من بعد ما كتزير هادو خصك تزيرهم مزيان. أنا عدبوني ما عنديش سالو 12، عندي غير البانس، زيرتهم مزيان، خصك تزيرهم مزيان. من كيف ما قلت لكم كدير الاول الثاني غير كتحطهم بلاصتهم، انت كتحطو على باش كتزير. الا جيت زيرتهم هادشي تحطو لك بلاصتك. المهم كتشد هادو، من بعد كتشد هاد العلبات هادو، هنا كيعطيك واحد البلاصه كتخشي فيها واحد الفيس، كتشدهم كتحطهم بحال هكا.
مزيان بكا غادي نكونوا سالينا يعني غادي يبقى لينا دابا غادي نشدو على غادي ندورو شدو كتحطو على هذا الشكل هذا هنا فضلو كعطوك هادي هاندا كعطوك هادي كتركبها دائما هادي كتكون في الجهه اليمنى يعني غادي ندير لها بحال كتجي مع هاد الايبا هادي اللي كتكون هنا دائما ما خصكش تزير كتخشي غير كتحط تحت كل واحد تحت بلاصتو ديك الساعه كتزير الا شتي كتزير من الاول ما غاديش يجيك العبار هو هذا من بعد ما كنزيرو هادي اخر حاجه كتبقى لينا هي اننا نشدو هذا شدو هاد الجلين هادو اوبلا شدو هنا اوكي مزيان هانتا ها هو الكرسي ديالنا وجدناه ولكن هذا طالع بزاف هادو شاطوريا هادو واقيلا سكور من بعد كنشدو هادو كنديروهم هنا نسيت ما وريتهمش ليكم كنسدو بيهم هادو كيعطو بجوج لعيبات الاخرى كديرها هنا كيشيطو لك هاد التلاتة هادو واقيلا كيعطيهم لك سكور لا معرفتش واش نشيت شي بلاصة انا ما زيرتهاش كيبان لي كلشي هو هذاك من بعد كنحيدو هادي كتحلى من هنا وبكا غادي نديرو الله عشرة عنيم تا وانا كنحن بهاد الكرسي هذا الله وهادو هانتوما هادو كتلعب بيهم هادو كتحطهم فاش ما بغيتي هنا كي باغي تطلع صراحه والله الا مولي حب الله داكشي اش قلت لكم من الاحسن تاخذوا شي حاجه مزيانه كاليتي يعني تبقى خدام وانت مرتاح هذا راه يجيك النعاس هذا راه مونطي هذا راه مبقى مونطي مع غير نحس بالعيا غادي راه النعاس صراحه والله الا مولي حب الله عشرة مني متى وانا كنحلم ناخذ هذا الكرسي هذا وحق الله العظيم راه مود هادي فاش يلاه بديت كنت باغي ناخذو مشيت سولت لقيت الثمن طالع يعني في الاول انا كان كيسحابني واش ديال شي 300 درهم ولا 400 درهم كنشوفو الناس اللي كيديروا فيديوهات في اليوتيوب كيضرني ظهري ما كنقدرش نريح مع المونتاج نهار كامل وانت مريح في الكرسي وكيضرني ظهري داكشي علاش قلت نجمع ليه وناخذ هذا الكرسي هذا المهم هادشي اللي كاين اخوتي اي واحد فيكم بغى شي حاجه يتقات عليها ويصبر عليها غادي يجي واحد النهار غادي يوصل لك الحاجه اللي كان باغي يشري ولا ديك الحاجه اللي كان باغي يعني يوصلها كهدف في حياته تثبتوا بالاحلام ديالكم وما تفشلوش وخدم بنيتك عمر ربي ما غادي يخيبك هادشي اللي كنبغي نطول عليكم كنعمكم في عيد ابراهيم والسلام عليكم.